حقيقة وفاة الفنانة دنيا سمير غانم بفيروس كورونا. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية يوم الخميس 23 أبريل 2020 خبر وفاة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن تغيبها عن دراما رمضان 2020، وذلك لأنها ترغب أن تحصل على راحة من الدراما التلفزيونية هذا العام، لافتة إلى أنها ستتجه للسينما بتقديم فيلم سينمائي جديد. وأشارت الفنانة إلى أنها استقرت على الفكرة والسيناريو ومخرج العمل وهو خالد الحلفاوي، وتتكتم تفاصيله حتى يكون السيناريو مكتمل، وبعدها يتم ترشيح الأبطال الذين يشاركون معه في الفيلم خاصة وأن الفكرة كوميدية، كما أنها تفكر في خوض المنافسة خلال موسم عيد الفطر السينمائي، ولكنها لم تحدد خطتها السينمائية لهذا العام بشكل نهائي. واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بوصول عدد متابعيها على حسابها بموقع الانستغرام إلى 10 ملايين متابع، ونشرت النجمة الشابة صورة متحركة لها احتفالا بهذا الرقم الكبير من المتابعين لحسابها، وقالت في تعليقها على الصورة: أنا أحبكم، 10 مليون متابع، 10 مليون سنة قوي ما شاء الله. وتطرد الفنانة لوسي بطلة فيلم تسليم أهالي النجمة دنيا سمير غانم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطر إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجان، وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي. وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم لف ودوران الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجي وإنعام سلوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة، وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي. الجدير بالذكر أن دنيا سمير غانم ولدت يوم 1 يناير سنة 1985، وهي ممثلة ومغنية مصرية، وهي ابنة الممثل الكوميدي المشهور سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز وأخت الممثلة إيمي سمير غانم.